ما تشوفوش الواجهه ديال البديعه، لا شوفوا الداخل ديال البديعه. انا قصيت في صغري ومعمرني ما فرحت. الوالدين ديالي باعوني في الامارات، فهمتي، باش ينقضوا الموقف ديال الافراغ. قال لي نمارس معاك لانه هو كان كيتحرش بيا من صغري، فهمتي، قال لي نمارس معاك نجيب ويسكيه واش نعسو الدراري ولا لا. السلام عليكم، تحياتي للخارج الوطن وداخل الوطن. انا بديعه المدلعه عالميا ببدعدع بنت درب السلطان طنطان. الصراحة أنا إنسانة صريحة وواقعية. حياتي من قبل ما كانتش عندي الحياة، لأن حياتي هما اللي استغلوها، فهمتي، بنت 14 عام داروا فيا ما بغاو. الوالدين ديالي باعوني في الإمارات، فهمتي، باش ينقضوا الموقف ديال الإفراغ، مع أنه عندي جدي أنا قيد، والوالدة يعني امها باها قاضي وخلى لهم املاك كثيره، ولكن ابو لهب اللي هو الاخ ديال الام ديالي هو اللي هارفهم من زمان على الورد ديالهم. المشكل هو ان هذا العام اللي فات ماتت الوالده ديالي، فجا هو ورث فيها بحكم اننا ما عندناش الولد، كاينين حنا ثلاثه البنات انا الصغيره فيهم، جا ورث وانا اللي صوبت عدد الموتى والوراثه. جا ورث شي فلوس خلاتهم ماما في البنكه ورث معانا كل شيء. ملي جيت انا نطالبه بالنصيب ديالي من جده وجدي، قال لي نمارس معاك لانه هو كان كيتحرش بيا من صغري، فهمتي، قال لي نمارس معاك نجيب ويسكيه واش نعسو الدراري ولا لا. لا قلتها لماما، ماما ضربتني بالسطل ديال الحديد اللي كانوا كيطيبوا فيه زمان الماء، باقا فيا الضربه هنا، ما تاقتش بيا، فهمتي، ما تاقتش بيا. شنو اللي غير الحياه ديال البديعه؟ اول سبب هو حسبي الله ونعم الوكيل ابو لهب الاخ ديال الام ديالي، لان ذاك الوقت لو كان عطاها شويه من الورد ديال باها ولا امها ما كانتش غتهزني انا الصغيره وتخرجني من الخامس، فهمتيني اخويا، تخرجني من الخامس وتبيعني الاماراتي باش تاخذ الساروت ديال هذا الدار، هاد الدار ديال الوراثه. شحال بعتك في الاماراتي؟ 7 المليون. يعني الام ديالك اضطرات بانها تبيع 7 المليون. شنو داز في ديك الفتره بالزواج ديالك ديك الامارات، شنو داز عليك؟ ما عقلاش انا، ما عقلاش، ماشي كاي زوجه وزوج، لا انا ما عقل على والو، انا طفولتي وما عقلتش على سن المراهقه وما عرفاش واش جاني ولا لا. اللي عقل عليه هو انا هربانه وهو تابعني شرفي وما عقلتش عليه. يعني كما كنقولوا بديعه تحقرات من صغرها تحقرات. تعصرت، ماشي تحقرت، تعصرت ودمروني، دمروني ديال بصح. بعد ظهور بديعه في مواقع التواصل الاجتماعي وبديعه الشهرات، شنو تبدل عليك؟ ولا شيء، الشهرة وزيرو درهم وما كاين والو في والو، يعني ما داكشي اللي بغيت بقى ما وصلتش ليه، لانه عام العام اللي فات وانا كنت كنتظر وكانت الامنية ديالي ان خوتي المغاربة الحرار اللي ما يدوزوا عار، واني في دولة يعني دولة مسلمة، دولة الحق والقانون اللي حاميها صاحب الجلالة نصره الله وأيده، أن غنلقى قلوب رحيمة من ناحية المحامون. كان ناشد من العام اللي فات المحامون، وكان ناشد الجمعية ديال حقوق المرأة، وكان ناشد الأطباء، لأني أنا مدمرة نفسيا، فهمتيني أخويا، يعني خلوني غربوني وسط بلادي، وسط بلادي غربوني. انا لقيت الخير فالناس يعني الجاليه الله يجازيهم بخير، وشويه اللي عندنا داخل الوطن هما اللي كيساندوني في القناه ديالي وكيزيدوني قوه
من بعد القوة اللي عطيني الله سبحانه وتعالى. الله يجزيكم بكل خير. ومن هذا المنبر أنا كنحيي ماماتي، أحلى ماماتي في العالم، والأخت لمياء مولة الرموك، أم صوت حلو. أنا ما عرفتش راسي واش طلقت ولا ما طلقتش، حيت هو جا فهمتي دوزنا العرس، 7 أيام ديال العرس في قاعة الأفراح، حضر فيها نيت ابو لهب والعائله وكل شيء. انا بنت 14 عام ديك الساعه ما عارفه والو في والو، وبقى هنايا مورا فاش رحت كاع بقى، ولكن اللي هربوا هو قوت ارى 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 عرف راسو بينه وكيتفتخ فهمتيني. مشى ما بقى جا غير ولد عمتو اللي صيفط ليا البراوات، وباقي لحد الان محتفظ بهم فهمتيني. اخويا صيفط ليا قال لي ان الصحراء كبيره، لم اعرف اين اين دفن حسن، قتلوا باه قال لك والله اعلم. عندي 5 البنيات وليد، ولكن راه دمروني، خداو ليا كلشي في كلشي. علاش؟ حيت انا هاد العام خرجت راقصه، قلت لهم راقصه فهمتيني، وعمرهم عليا بحكم الطليق ديالي، ما كبرهمش معايا. انا عشت لهم ام واب، وانا اللي دمرت على ولادي، وانا اللي خدمت عليهم. والطليق ديالي ملي سمع ماما بانها ماتت العام اللي فات جا بغى يرجعني، وانا ما بغيتش، ودار يدو مع ابو لهب فهمتي، ودوروني وداو ليا كلشي في كلشي. وعندي واحد الراجل ديال الاخت ديالي، مع احترامي لكل لي جوندام الله يجازيهم بخير، تحياتي لهم المحترمون. راجل الاخت ديالي جا دارمي وكان جاني باللبسه ديالو هنا مورا فاش دفنا ماما، مني قلت لي عطيني ما يثبت ان الفيلا فهمتي في شيشاوة واش ديالك، لانها ديال ماما، ما بغاش يعطيني. قلت لي عطيني ما يثبت ان واحد الارض فهمتي، وعاد زيد عليها حوايج اخرين، ما يثبت. ما بغاش يعطيني، جمع الوقفه باللبسه ديالو بكل شيء ليه فهمتي، ويقول لي وعرفت اش غديري، جمعي باكطاجك وهزي بناتك وخرجي، بغينا نسدو الباب. ناض ولدو الكبير، ناض ولدو الكبير توا قال لي ودابا اشنو نوض ندير فيك شرع يدي، وناض باغي يضربني، باغي يضربني قدام ابو لهب، قدام خواتاتو بجوج فهمتي، اللي هما خوالاتي للاسف فهمتيني، وقدام باه قدام مو. ناض قال لك باغي يضربني، وداو ليا ذهبي من الاماراتي، لان انا ما حضرتش الماما، ما خلاونيش نحضر لها. انا كنت انا ساكنه الدار دابا غديها البنك، انا ساكنه جهه طريق الجديده، كتفوت لي ساس في طريق جديده في الديور ديال الاقتصاديين فهمتيني. 5 سنين دابا اللي دوزت فيها فهمتي، وما عيطوش ليا رغم اني احداهم، ما عيطوش ليا. مني الجيران كيقولوا ليهم ماما كطلع الروح، كيشاهدوا ليها، قال لهم عيطوا البديعه راه ماماكم كتموت، قال لي فيها كورونا، وانا ما فيها لا كورونا لا والو. جا دارمي جاب الطوموبيل وحطها في الكراج هنايا لتحت، ونزلوا كاع داكشي اللي كيجيب الثمن فهمتي، شي حوايج اللي هما غاليين، نزلوا الذهب ديالي ديال ماما، وعندي ما يثبت، عندي تسجيلات خواتاتي بجوج، وكان حاضر ليهم نيت جدارمي كيضربوا على ذهبي وذهب ماما فهمتيني اخويا. حاليا انا باقا في دار الوراثه، راه من العام اللي فات دخلت في العام الثاني ونص، وانا خلوني هكا وكيحاربوني بار تليفون، حيت هما عندهم نفود وانا عندي الله. اختك راه بوفريا فهمتيني. نعم مناش كتعيش بديه؟ حاليا انا اش غنقول لك، كنعيش بالمعطيه ديال الله. اختك بوفريا، والله يخلف، الله يخلف على ماماتي، ماماتي الله يجازيها بخير، هي اللي بدون ما كان، حيت انا عندي كرامه وعزه نفس، ما كنرضاش، ماشي من النوع اللي غادي نقول بنادم عطيني ولا هذا فهمتي. هي اللي مسكينه مره كتحس بيا بلا ما كنقول لها، كتحس بيا، كتصيفط ليا داكشي اللي قسم الله مصروفي فهمتيني. هادشي اللي كاين اخويا. واش بديع عمرها خرجت الحال؟ لا بالعكس، انا هربت من الحرام وجيت لهنا ونظفته من الحرام. هنا كان الفساد، هنا دابا الا نزلتي غادي تسول، غادي يقول لك اشنو كاين. انا راه كيعيطوا لي هنا بالرجوله، انا حيت المشروع ديالهم من باعوني ومشى الامارات يهرب فهمتي، المشروع ديالهم كبروه، ولاو كيديوني للقصور، ولاو كيديوني للفيلات في بلاصه اللي غتكون خدامه في دار كتشرط على هذيك اللي في القواده اللي كتعيط ليا باش ديني عندها،
ماما كتشرط عليها كتقول ليها الا عندك الخدامه حيديها، انا اللي غدا نجي باش نطيب، حيت ماما كانت طيابه وانا معاها في نفس البلاصه، انا مقصره مع وحدين وهي معايا في نفس البلاصه. شي ما ضركش خاطرك؟ ضرني بخاطري وبزاف. انا راه كندوز كنقول حاشاكم حاشاكم، ولكن لوحتي على ظهري، انا معروفه هنايا وكل شيء عارف حقيقتي، فهمتيني اخويا؟ نزل وسول سول سول الرجال، راه نهار بغيت ندير انا عدد المتوى الورثه فاش بغى يورث معانا خو الوالده اللي هو ابو لهب وخواتاته جوجات، راه طلعت لهم 12 شاهد عام نشرجم، لان انا معروفه هنا بالرجوله، انا ما كنبغيش الفساد. انا كون بغيت الفساد راه تبارك الله عطاني الله ربعة البنيات حيدت منهم وحده، حيت هذيك عدوه الله تبعات طريقهم فهمتي، وخرجات في واحد المنبر صحافي تهمتني بشي حوايج اللي هي دارتهم فيا ماما، القصه ديالي قالت انا اللي درتها فيها فهمتيني، وهذيك شحفتني من صغرها من صغرها، وهي كتهرب ليا وكنمشي وكنجيبها من وسط الجرادي والفيلات مهجورات فهمتيني اخويا يعني، وعندي ما يثبت، عندي شهود وعندي ما يثبت لهذا الكلام يعني، هذيك ما محسوباش عليا. هذيك شنو اللي خلاك بدي عاد دير الرقص؟ اللي خلاني اخويا هو انني العام اللي فات درت واحد القناه بما يرضي الله ديال بصح، كنت كندير فيها الحيمات وبريقيقات فهمتي والويزات، ندير مواضيع اجتماعيه نفيد ونستفيد فهمتي، كان يعني كنقول لا للفساد، وكنت كنحارب الفساد مع بعض القنوات اللي هما كيحاربوا الفساد واش فهمتي، ولكن ما طلعتش ليا القناه وبقات الترويض ما دارتهمش، وانا في حماس الحاجه المحامي، بغيت ميريكان تخلصني فهمتيني اخويا، لاني ما عندي لا صنعه لا والو، انا حياتي كلها وانا كنتعصر عا في الوزينات ديال الحوت في اكادير فهمتي، خدمت مع البنايه هزيت الصنادق فين زكان فهمتيني، يعني ما خلات اختك فاش خدمات هنا، وخدمت في حي مولاي رشيد مع البنايه، بعت ليكوش في حي المسيره مجموعة ثلاثة، راه الديور راه كيعرفوني تما، اللي سكنت في البيوت تما. يعني الرقص هو اللي طلع لك القناة ديالك؟ شوية ماشي طلعها، راه شوية ماشي طلعات، شوية وما كرهتش ما كرهتش. من هذا المنبر كنقول للناس الله يجازيكم بخير، دخلوا عندي القناة ديالي وشوفوا العام اللي فات بما يرضي الله ديال بصح، وشوفوا هذا العام مني خرجت هذا العام نهار العيد قلت لكم راقصة، كي ولات القناة، قناتي هي الراقصة بديعة فاميل بديعة، الله يجازيكم بخير، دخلوا مرحبا بكم وشوفوا إن شاء الله. واش كتشوفي راسك عندك موهبة في الرقص؟ أنا عندي موهبة الرقص فن هذه أولا، وأنا عندي موهبة ديال الغناء، هذا ماشي الصوت ديالي، لأنه من العام اللي فات وقول دابا ونص عام ونص وصوتي ما كاينش، ما خليت ما درت من بلمو في الويد وجبد، ما خليت ما درت من اعشاب، الصوت ديالي هربان ليا من العام اللي فات ودابا نص عام. شنو الحاجه اللي باغي توصل لها بالي؟ ان شاء الله تعالى كنتمنى من الله تعالى انه يوفقني، انني بغيت نكون مطربه مستقبلا، وان شاء الله تعالى بغيت نكون فكاهيه، وانا في الاصل فكاهيه، وكنوجد ان شاء الله برعايه ماماتي الله يخليها تاج على راسي، كنوجد الالبوم ديال الغناء. مصباح بديع ويكتب لنا ماماتي ماماتي، بغينا نعرف شكون هي ماماتي. ماماتي هذه احلى ماماتي في العالم، كاينه في اسبانيا، كنبغيكم بزاف 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 والله يخليكم ليا، وما كرهتش ما تشوفوش الواجهه ديال بديعه، لا شوفوا الداخل ديال بديعه، انا قصيت قصيت في صغري وما عمرني ما فرحت، ما عمرني ما ضحكت، يعني عشت مناضله بما يرضي الله ديال بصح، مناضله عرق جابيني وخدمت على وليداتي وكبرتهم كبرتهم، راه الكبيره فيهم عندها 25 عام والصغيره فيهم عندها 18 عام، ام واب عشت ليهم رباهم، طليقي طليقي لاني انا اللي طلقت وانا اللي خلصت براتي وانا اللي خلصت العون وانا اللي سمحت في الصير عباش نطلق فهمت ولا لا؟ كنتمنى ان حياتي الجايه ربي يعوضني كل خير ونفرح ونعيش الحياه اللي انا ما عشتهاش، ما خلونيش نعيشها. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي،
جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.